نادي الرجال السري فيلم جميل محترم على مستوى الاخراج والتمثيل والصوره، وده رايي يعني مش رايي لوحدي، بس انا عايز اعرف منك حاجتين. واحد، الكواليس في الفيلم ده كانت عامله ازاي؟ لانها كانت فكره بالنسبه للناس جديده، يعني ايه الراجل اللي هو بيعلم مثلا كان يومي فؤاد ازاي لو عاوز يعني يلعب بديله، فكره جديده دي. وتاني حاجه، هل نتوقع ان انت ممكن نعمل حاجه اسمها نادي النساء السري؟ احنا عندنا كواليس كتير برضو كستات. طيب وعادتنا من الرجاله يعني نادي الرجال كانت زي اي فيلم. بصي، بيني وبينك اصل انا بتسال السؤال ده كتير ما بعرفش ارد، انا ببقى متوتر. اما جرب ترد مره اهو. طيب انا ببقى ادي حاجه اول مره اقول، انا اثناء التصوير انا ببقى متوتر شويه، ما ببقاش مركز قوي مع ما تسمونه بالكواليس دي وبيحصل ايه وفي الاوض، ببقى قلقان شويه زياده. يعني فين الحاجه اللي اول مره هتقولها؟ هي دي، ان انا ما بخرجش لانه خالد قاضي بقى متوتر الكواليس. بس بقول كانت جميله وفلان كان لذيذ وانا مش واخد مش شايفهم اصلا طب والجزء الثاني بتاع السؤال؟ الجزء الثاني اكيد اتعرض عليك او فكرت فيه؟ والله بصي، مره انا معلش انا فتحت ده في الفاصل وعمال يزن. انت في بيتك ولا يهمك، نقفل بس الجرس. النادي النساء السري ده، دي جمله اتقالت لي من ايمن وطار المؤلف. ان هو عنده هو مؤلف فكرة نادي الرجال السري. انه عنده فكره الجزء الثاني اسمه نادي النساء السري. بس من ساعتها ما جاتش السيره تاني.